تعالى نرجع للاستعدادات الطبية لاستقبال المصابين اللي جايين لنا من غزة تحت القصف بالأراضي الفلسطينية. دخول عربيات الإسعاف المصرية لمعبر رفح، وده تمهيدا لاستقبال أطفالنا الفلسطينيين. معانا على التليفون دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان. أهلا بيك يا دكتور. دكتور خليني الأول أقول إنه الخط بيقطع جامد جدا جدا جدا، فأنا لا أكاد أسمع، وفيما بعد وبعدها أقول لك إحنا بنشكركم على الجهد العظيم اللي بتقوموا بيه بصراحة. هل كده الصوت أحسن يا فيزيسي؟ كده الصوت معقول شوية، معقول شوية، هحاول قدر الإمكان أبقى مركز جدا جدا عشان أسمع حبتين. فأنا أولا أقول لك يا دكتور إحنا بنشكركم كلكم الحقيقة في الوزارة وكل الجهات المعاونة على الجهد اللي بتقوموا بيه ده بداية. ثانيا عايز طبعا أعرف على أو أتعرف أكتر على الاستعدادات الخاصة باستقبال أطفالنا الفلسطينيين اللي جايين عبر سيارات الإسعاف المصرية. يعني إحنا بعد القصف اللي حصل على مستشفى الشفاء ووجود مجموعه من الاطفال الخدج اللي موجودين في الحضانات وعدم قدره المستشفى على الاستمرار في الرعايه الطبيه بسبب نقص الوقود وانقطاع الكهرباء، كان هناك توجيهات باستقبال هؤلاء الأطفال في المستشفيات المصرية. والحقيقة يعني الجهات المعنية ووزارة الخارجية والحقيقة كل جهات الدولة، لأن توجيه السيد الرئيس لكل جهات الدولة بالعمل على استقبال هؤلاء الأطفال. جانبنا من جانب الصحة كان هناك تحرك من الدكتور خالد الغفار وزير الصحة كان فيما يتعلق بتجهيز سيارات إسعاف بحضانات متنقلة. احنا كنا أكثر من 30 سيارة إسعاف الحقيقة وتم تحوي على حضانات متنقلة وتم تحريكهم للمعبر منذ 3 أيام تقريبا أو 4، وفي انتظار وصول هؤلاء الأطفال من خلال الهلال سيارات الإسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني عشان ننقلهم إلى المستشفيات، وتم تجهيز أماكن في المستشفيات هنا في مصر لاستقبالهم. هتبقى المستشفيات يعني زي مثلا مستشفى العريش العام، وده انا اتشرفت يعني ان انا زرته الاسبوع اللي فات يوم الاثنين اللي فات، ولا هيبقى في حالات هتنتقل الى مستشفيات اخرى داخل محافظات اخرى؟ يعني احنا اصلا احنا بننقل الى مستشفيات محافظات شمسينا زي العريش العام زي ما حضرتك قلت، الا اذا احتاج الامر الى مزيد من المراكز التخصصيه فبننقل ليها، لكن الاصل ان احنا الحالات حتى هذه اللحظه الاصابات بتنقل الى مستشفيات شمال سيناء اللي بيحتاج وفق التقديرات الطبيه الى خدمه اكثر تخصصيه او رعايه صحيه اكثر تخصصيه بيتم نقله الى المكان الذي يقدم له هذه الرعايه الصحيه. عظيم جدا، انا بشكرك جدا يا دكتور حسام، والشكر موصول لكل الوزاره بصراحه واحد واحد على الجهد اللي بتقوموا بيه. الف الف شكر حضرتك دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحه.